اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالع العاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومه الشهر العقاري خاصه التحديث المستمر لوحده اصدار المحررات عن بعد بوزاره العدل والتي اصبحت قادره على الاصدار النهائي للتوكيلات الرسميه العامه في القضايا عن بعد، الى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الاخرى كشهادات المحاكم الابتدائيه والجزئيه والاقتصاديه بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامه في الدوله، تناول الاجتماع ايضا جهود تطوير اعمال لجنه التصرف في المركبات المتروكه والمهمله بما يضمن الاستفاده منها على الوجه الامثل ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصله العمل لانشاء مراكز حديثه لايداع السيارات المتحفظ عليها كانت العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حمايه المركبات ويحقق هدف الاستفاده منها واشار المتحدث الرسمي الى ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومه الق والالتزام بالمواعيد الزمنيه المحدده للانتهاء من مدينه العداله، بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومه التقاضي المصريه، كما اثنى سيادته على جهود اصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصريه بالخارج، بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددا على ان الهدف الاساسي هو تسهيل تعاملات المواطنين اليوميه مع المنظومه القضائيه، بما يسهم في حمايه حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم